كنت مسالم جدا. حاضر، كل اللي بقوله حاضر، وهرجع تاني ورا. وعندي بقى شويه املاك، فهل بقى مثلا هم كانوا هياخدوا الفلوس دي وبس، ولا هيخشوا يكملوا على الباقي؟ الشرطه بيبقى طموحه نوصل للمرحله دي اللي هي مرحله الوحش عشان يبدا يتخدم ويحقق. لان الجيش جهه محترمه فيها فلوس، معاها فلوس البلد اصلا. رش على تراضي فلان وتراضي فلان وانا خلصتها. ده الشغل اللي في الدولة ولا انا اللي عملته محمد علي؟